دي ما كملتيش ليه؟ وقفتي لأنه جنبه؟ حياتي تعرضت للخطر، كنت هموت. خطر من أنهي نوع يعني؟ كان هيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضية شروع في قتل، وخسرت جزء من جسمي. كلام كبير طبعا. أما هو يطلع يتهمني اتهامات رهيبة كده، ويسوق صورتي قدام الناس، وأنا ساكتة وساترة عليه كل الوقت ده، ومش عايزة أعمل له مشاكل، ومش عايزة أسجنه، ومش عايزة ومش عايشة. أنا ست محترمة، وعشان أنا بستر وحفاظا على العيش والملح، اللي هو بيتكلم عن العيش والملح، وما يعرفش يعني إيه عيش وملح على فكرة. أنت بتتهمي أحمد سعد بالشروع في قتلك، شرع في قتلي، وإنك فقدتي جزء من جسمك. طبعا عاهة مستديمة، تسبب لي في عاهة مستديمة. أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد. طب ممكن تقولي إيه الموضوع؟ أنا عندي مستندات. لأنه انا مش بجاي اتكلم اي كلام، هو بيتكلم اي كلام، كلام كلام. انا جايب مستندات وبورق. احيانا الازواج ضربني في ظهري مش في وشي. لو كان ضربني في وشي كنت عرفت. ضربه كانت متعدده بالخاتم اللي في ايده في ظهري، في مكان الطحال. طحال حجر ناعمه جدا ورقيقه جدا، انفجر طحالي وانا مش حاسه، وفضلت انزف نزيف داخلي لمده يومين، وربنا ستر اني كنت هموت. اتنقل لي دم، لاني فقدت جزء كبير جدا من دمي، لاني انا وانا في العنايه المركزه بين الحياه والموت، وداخله العمليات وبستشهد، بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وانا مش عارفه هخرج ولا لا. قلت له يا دكتور احمد سعد اللي عمل كده. كنتش قادره اقول لامي، لان كان هتقع من طولها، امي عندها القلب. سكت وسطرت عليه. هو ده اليوم اللي كان واقف في الانستجرام بيعيط وبيقول ادعوا لسميه؟ يعني ضربك وبيعيط عليك؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. وقتها بكى وعيط وسامحيني، ما كنتش اقصد اصلي، ما كنتش في وعي. متعود يضربك؟ لا ابدا. انا اتفتحت لي فتحه اسمها فتحه استكشاف، انقاذ حياه. الدكتور قال لي ده انقاذ حياه، انت كويسه سميه. قانونا قال لك شروع في قتل وعاهه مستديمه مش اقل من 7 سنين، ما فيهاش هزار. عارفه قال لي ايه؟ هو انت هتفضلي بقى تقولي لي بطني الطحال؟ ما خلصنا بقى من الطحال اساسا، ملوش لازمه في جسم الانسان. قلت له والله ملوش لازمة. طب ما يلا بقى افتح بطنك وطلع الطحال بتاعك طالما ملوش لازمة. كان ربنا خلقنا ليه وحط في جسمنا طحال لما ملوش لازمة؟ المحامي بتاعي قال له احمد دي ده شروع في قتل انت؟ قال له ما هي ما بلغتش خلاص بقى. قال له يا خبر اسود، هو انت بتلومها عشان عفت عنك؟ عشان سامحتك؟ انت بتلومها انها ما بلغتش؟ انت بتتكلم بجد؟ انا مش قادرة اصدق.